شاهدي قناة رجال الرياء، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة من كتير بوز. اليوم الثقافة تعود بقوة وتعود من المسرح البلدي. المسرح البلدي اليوم العروسة متاعو تهزت شمس وشو وربوخ محليها تونس، وأكيد شكون المهبول اللي قال شمس ما يعبيش يعني شبيهم العروسية توما؟ قالوا هكا، قالوا لي خليه غادي كما يجيش للمسرح. ما هو ثم ناس يعملوا حدهم فيتو على فنانين وعلى يحبوا يجيبهم برا، يحبوا. أنا مانيش ضد المطربين اللي يجيبهم برا، بتبيع هم عاملين مجهود وأغاني وكليبات. احنا باش نجيو الشعب يحب يشوفهم اون شير اي اونوس. أما في تونس كيف ما صح الصدقة لما كيفاش يقولوها زهير يززوا ماليها ولا عادي يعني انا جو سوي لا ميو تار كو جامي وسو في باب رزانة. خلينا نقول اليوم فما كونتاكت كبير مع الجمهور اللي حضر وما حب مش سهل الفنان انه وكانه واحد من الجمهور، ولا يعني فما علاقه كبيره، انرجي كبيره. لاحظوا حتى معنا فنانين كل قالوا اليوم انرجي كبيره جو يظل. هذا هو المسرح الاستعراضي اللي حشنا به. هو استعراض ما تمش في استعراض. انا اصلا الاستعراض يلزمه ماكينه كبيره وراه، واستعراض كلمه كبيره ياسر استعراض. اما انا جميل لومبيونس، نعرف نتحاور مع جمهوري، نعرف وقتاش نقول النكته، وقتاش نفدلك، وقتاش نضحك، وقتاش نغني، وقتاش نشطح على بيت. هذه معناها الناس تقرا، معناها يقراوا عليه الشيء هذا. وانا الحمد لله اكتسبته معناها بعد 20 سنه خبره، يعني الحمد لله.